نحن تعرفوا يا أخواننا، أنا بستغرب والله، زمان الصحابة كان واحد يقرأ الآية، يقرأ الآية آية واحدة تقلب حياته رأسا على عقب. آية واحدة، سمعت آية هيك بيقول الصحابي كاد قلبي يطير، سمع صحابي آية فإذا نقر في الناقور، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. سقط الصحابي مغشيا عليه، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به، أو كما قال فإن خوف الله فلق كبده، خوف الله فلق كبده. اليوم نقرأ الآيات، الله يتوب علينا، بدها دعاء وتضرع يا أخواننا، نقرأ آيات نخلص ختمة، ختمة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، وكأن شيئا لم يكن. ولهم مقامع من حديد كالمهل يشوي الوجوه كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. آيات مرعبة نقرأها ما في أي تأثر. السبب في ذلك أن التوجه الباطني والله يا أخوتي ليس صحيحا، بده التجاء إلى الله، الإنسان يتضرع يا رب فهمني. كان أحد العلماء إذا صعبت عليه مسألة قال يتقلب في الرمل ويقول يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم داود علمني. أما أنا بجلس جالس بالمسجد عم بقرأ قرآن، جلست مديت رجلي فتحت المصحف، شلون الله بدي يفتح عليك؟ مبين المكتوب من عنوانه، بدأت غلط، دخلت شوشت على الباب، آكل ثوم وبصل، متوضي شلف، أطلقت بصرك في الطريق، ما سلمت على أخوك اللي صار لك 10 سنين ما عم تحكي معه مزعوج منه، أسأت إلى زوجتك، أسأت إلى جارك، بيجي بيفتح المصحف. كلا بل ران على قلوبهم، ران، قالوا الران هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب، وإذا اسود القلب لا عاد في نور يدخل ولا عاد في ظلمة تخرج. فيعيش الإنسان يقرأ القرآن الكريم كالذي يقرأ كتاب في العلوم، كتاب في الرياضيات، في كتاب في الفيزياء. وأول ما يرفع من البركات فهم الوحي، لا نفهم الوحي، عم يخاطبنا رب العالمين، يقص علينا القصص، الأنبياء، المرسلين، الأقوام، الأمم، قوانين الرفعة، قوانين الانخفاض، قوانين الذل، قوانين العز. نقرأ ومننبسط، وبرمضان منروق مع القراء، وإذا الإمام صوته جميل نبكي، ثم بعد ذلك كأن شيئا لم يكن. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، وبدل ما بنا إلى أحسن الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.